السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear parents, dear grade 5 students, hello again. أعزائي أولياء الأمور، أعزائي طلاب الصف الخامس، مرحبا بكم مرة ثانية. في المرة السابقة تحدثنا عن طريقة التعامل مع الورقة الامتحانية، وتحدثنا عن صفحة الغلاف وعن سؤال أسئلة الإنسان. And now we are going to take that second part of the exam, part 2, which is grammar and vocabulary. So, in this part we have 3 more questions. Okay? So, page 3 is for grammar and vocabulary. Let's read the questions. Grammar, vocabulary, 1. This is number 1. Items 1 to 5. 2.5 marks. هذا عليه درجتان ونصف. Match the pictures with the words. For each picture, shade in the top under the correct option. أيضا مطلوب منك توصيل الكلمة بالصورة مع تظليل. تظليل الكلمة. نفس الشيء. I have here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 words and 5 pictures. لذلك مع نهاية السؤال عندي 3 كلمات لن تختار، لن أختار 3 كلمات. ثم 1 2 3 4 5 these numbers، هذه الأرقام إشارة إلى الصور وهذه الكلمات. في البداية عليك بالنظر إلى الصور جيدا. هذه كيك، هذا بيانو نمبر 2، طائر، كلب، حسابة أو آلة حاسبة. ثم أقرأ الكلمات. فوكس، هذا مثل ثعلب. فوكس، كيك، رولر، بير، كالكوليتر، أند، بيانو، فروغ. الآن حدد الكلمات التي لا يمكن استخدامها. هذه طريقة. أبدأ فروغ، ما هختار فروغ. ثم كلمة أند، ما عندي أند. ثم كلمة رولر، غير موجودة. إذن يعتمد السؤال على حفظ الكلمات. خلونا نبدأ. نمبر 1، عندك طريقتين، إما تقرأ بداية من الكلمة فوكس، هذه نمبر 4، إذا فوكس أروح عند 4 وأضع علامة، هذه الطريقة الأولى. أو بالعكس، إني أشوف نمبر 1 أبحث عن الكلمة اتس فور كيك وأظلل عفوا أبدأ الآن بالتظليل بأي طريقة، قليل بحيث باستخدام البنسل أو شيء في التظليل باستخدام القلم الرصاص، ثم التظليل بنقطة صغيرة، فيما بعد أكمل تظليل الفقاعة الموجودة تحت السؤال. خلونا نقرأ مستخدمين الصور. نمبر 1، نمبر 1 كي، سو 1 اتس كي، يس، يا. نمبر 2 اتس بيانو، سو اي هاف هير بيانو، اتس نمبر 2، عد معي 1 2 هنا، لأن بعض الطلاب يروح في التظليل في نفس المكان عند بيانو يظلل هنا، وفي هذه الحالة أفسد على نفس السؤال. And this is wrong. Number 3 bird. So bird 3، وقف عند الكلمة and شوف 1 2 3 it's a 3. Yes. Number 4 fox. Fox 1 2 3 4 it's 4. Number 5 calculator. This is number 5. بعض النصائح بالنسبة لهذا السؤال. بعد الانتهاء من السؤال راجع مرة ثانية كما قلنا من قبل. كل row you have في كل صف ما عندي غير اختيار واحد. هذا قمت باختيار number 8. في السؤال الثاني اختيار واحد. Number 3 اختيار واحد. 4 اختيار واحد. 5 اختيار واحد. ونفس الشيء الأعمدة. اختيار. اختيار واحد. ثم هنا عندي ما اخترت شيء. اختيار واحد. اختيار واحد. ما اخترت شيء. اختيار واحد. ما اخترت شيء. ثلاثة بدون اختيارات. إذا السؤال صحيح. Even if you have some mistakes، حتى لو عندك بعض الأخطاء، لكن طريقة الإجابة صحيحة. قلت بعض الطلاب حتى المتميزين منهم عند الإجابة يبدأ يضع لي أكثر من علامة في نفس السؤال. ضيع على نفس السؤال. حتى لو كانت واحدة صح، أنا كمعلم لا يحق لي إعطاء درجة هنا، تحسب نقطة كاملة خطأ. إذا نقول مرة ثانية
You are asked only to sheathe in the bob under the correct option. One bob. Yeah. Again, في نهاية السؤال هتحصل this rectangle هذا المستطيل لا تكتب فيه شيء، هذا يخص المعلم بكتابة الدرجات. إذا هذه طريقة التعامل مع السؤال الأول في المفردات، وهو مراجعة الكلمات مع توصيل الصورة بالكلمة المناسبة. Question 2 السؤال الثاني. ربما السؤال you will find it find it more difficult. Okay. ربما في صعوبة أكثر لأن الآن مطلوب من الطالب كتابة كلمات، وهذا السؤال للطلاب المتميزين. كيف أجيب عن هذا السؤال؟ يقول complete each sentence with one word only. أول شيء you are asked to write only one word. Only one word. كلمة واحدة. So اقرأ السؤال ثم اكتب. Time do you have lunch? These five questions هذه الأسئلة الخمس من أجزاء القواعد التي تم دراستها أو المفردات التي تم دراستها في الكتاب. اقرأ السؤال جيدا، ابحث عن الكلمة الناقصة. Time do you have lunch? This is a question that we have studied. What time? So you come here and write. What time? لكن after writing I will give you some rules. أعطيك بعض القواعد. في كل أسئلة الرايتنج أنت مطالب بالكتابة طبقا لقواعد الكتابة الصحيحة. هذه جملة، بداية الجملة تبدأ بحرف كابيتال. So I have to make the W here capital W. So it's okay. You make it. Right. What? I come to school. Remember, I come to school. الإجابة الصحيحة هنا on foot. إذا كان عندي وسيلة مواصلة أقول by car, by bus, but with foot I write on foot. Small O and small L. Yeah. This is that. Here. How? Do you remember how to make suggestions? عمل اقتراحات. كان عندي أربع طرق للاقتراحات. Remember try to find it. How to get it. لكن احنا حافظين مباشرة. How about visiting? About. Yes, how about visiting? And here I have a question. He eat pizza every day? No, he doesn't. إذن كل الأسئلة اللي عند الإجابة yes أو no، هذه الطلاب حافظين طريقة الأسئلة. عند الإجابة yes أو no، شوف الكلمة اللي بعد yes أو no وهي تكون في بداية السؤال. He doesn't. So here I have to write does. And again, don't write small d like me here. لا تكتب حرف small. When you write does, you have to start with capital D because it's the beginning of the sentence. هذه بداية الجملة. Does. Okay. And also, سلمى can play tennis. وهنا لك الحرية. يعني مثلا في بعض الإجابات أنا أستطيع أضع أكثر من كلمة. Maybe I said and. و. سلمى can play tennis and basketball. أو or. I say سلمى can play tennis or basketball. It's up to you. لكن في نموذج الإجابة ربما تكون and، لكن كمعلم لابد أن هو يتابع معك طريقة الإجابة الصحيحة عن طريق إعطائك الدرجة على أي إجابة صحيحة. إذن الآن أصبح عندي الكلمات. مرة ثانية أعد قراءة الجمل. What time do you have lunch? I come to school on foot. How about visiting the zoo? Does he eat his ivory day? No, he doesn't. سلمى can play tennis and basketball. الآن إجاباتي صحيحة. درجتين ونصف في هذا المستطيل in this rectangle. Don't write any thing because this is for the mark. هذا يخص المعلم بكتابة الدرجة. السؤال الثالث، وهذا الحمد لله تم تعديله في هذه in this semester، في هذا الفصل تم تعديل صياغة السؤال. كان قديما يأتي السؤال بعض الحروف ثم أكمل إيجاد الكلمة، وكان السؤال بصعوبة وكان كثير من الطلاب لا يحل السؤال ويجدوا فارغ أو بدون درجات، يضيع الخمس درجات على السؤال. الآن أضاف في الورقة الامتحانية الجديدة مجموعة اختيارات لكل نقطة على الطالب اختيار الكلمة الصحيحة. تمام، لكن الخطأ المتواجد في الورقة الاختبارية الاختيارات في ورقة والسؤال في ورقة، وهذا يجب بشكل صعوبة على طالب الصف الخامس والسادس حتى الطلاب الكبار.
هيقرأ ثم يذهب للبحث عن الكلمة. وبإذن الله بما إن هذا اختبار تجريبي، لكن في وضع الملاحظات بعد تحليل الاختبار الفصل الأول سنضع هذه الملاحظة، طالبهم بوضع السؤال كامل في ورقة واحدة. يعني لو اكتفينا بهذا السؤال ثم وضعنا يضاف الأسئلة أو السؤال الثالث كامل في ورقة مع الاختيارات، يكون عند الطالب القدرة على إيجاد الإجابات بسرعة. And now for this reason، لهذا السبب وضعت أنا الاختبار أو سحبت هذا السؤال في ورقة واحدة في هذا الدرس. Grammar and vocabulary 3 items 11 to 20. هذا السؤال من العناصر من 11 إلى 20، يعني عندي 20 نقطة في الجرامر اند فوكابيولري. 5 marks، 5 درجات هذا السؤال. كيف أجيب على السؤال؟ Number 1 read the questions or read each sentence separately. هذا موضوع متكامل. For each item choosing the path next to the correct action. قول الإجابة عن كل جزئية من السؤال، اختر أو ظلل الفقاعة بجوار الإجابة الصحيحة. قلت الطالب المتميز اقرأ كامل النص. أوكي. حتى if you read only each sentence separately or sentence separately، لو قرأت الجمل مفرد على حدة. For example like that. Dolphins live I will let you up in and to. Again التضليل، استخدم your pencil، استخدام القلم الرصاص، ثم تضليل نقطة بسيطة، وفي نهاية الاختبار أكمل تضليل الفقاعة. Dolphins live you can give me the answer in the sea. Yes, dolphins live in the sea. This is the correct answer. Yeah. Then they look here. The are, the is, the has, the am. Try to check your answer. The are. Great. They can to a length of 9 meters. They can grow, run, fly, climb. انتبه جيدا. لابد من ترجمة معاني الكلمات مع فهم معنى الجملة كاملة. هنا المعنى the can grow ينمو أو ينمو إلى. So the answer here is they can grow to a length of 9 meters. They can very fast up to 35 kilometers per hour. يقول السرعة يسوي شيء بسرعة كبيرة تقريبا 35 كيلومتر في الساعة. So I'll play, use, sleep, swim. It's swim. You can swim very fast up to 35 kilometers per hour. They can up to 15 minutes underwater. They can. How they go underwater? Take, يأخذ, stay, يبقى, lay, يركض, ride, يركب. They can stay, يبقى. They can stay up to 15 minutes underwater. And here Andy, they cannot breathe under the water. So, but, because if you have can and cannot, yeah, it is but the cannot, as he said here, but they cannot breathe. لأني أخذت الكلمة أو جملة والعكس، وعندي في اللغة في مفردات اللغة وفي قواعد نقول بس تستخدم لا التعبير عن التناقض. Yeah. So here, but then, but they cannot. They cannot breathe. But I think this is a wrong word. It's breathe. يتنفس لكن breathe. نفس هذه النون المختلط يكتب they cannot breathe. This is the word يتنفس. I will write it here. Breathe. يتنفس. This is the verb. Okay. So it is here in the word. They cannot breathe under the water. They like you have and the blame. الأطفال يعرف the dolphins like you have collecting, walking, jumping, drawing and playing. I think dolphins jump, always jump. Yeah, you have the cubs and jumping. Yeah, maybe this answer. And playing. They have good hearing and they can
لديهم سمع قوي. He can make, see, has, take sounds, make sounds, يصنع أصوات. Okay. Also they, here number 19, they eat other smaller fish, crocodiles, birds, dogs. الشيء الوحيد المتواضع في الماء fish مع crocodiles، لكن انا عندي fish smaller fish، الاسماك الصغيره. ثم ارجع مره ثانيه اعد قراءه النص بالاجابه. Dolphins live in the sea. They are great. They can grow to a length of 9 meters. They can swim very fast up to 35 kilometers per hour. They can stay up to 15 minutes under water, but they cannot breathe under the water. They like jumping and playing. They have good hearing and they can make sounds. They eat other smaller fish. بهذه الطريقة you get the 5 marks، حصلت على 5 درجات، الإجابات كلها صحيحة. تمام؟ في كل سؤال تابع الصف عندك اختيار واحد، هذا بعد ما خلصت الإجابة. 11 إجابة واحدة، 12 إجابة واحدة، لا تظلل في سؤال مرتين. Okay؟ By this we finish the vocabulary part. أنهينا قسم الفوكابلري في الاختبار. I will do the exam again and now for the reading. Question. Yeah, so we finish this question of you would give. Again, these in these shapes, هذين الشكلين, this rectangle and this maybe square, في هذا المربع وهذا المستطيل, don't write anything. هذا الدرجات ومجموع الدرجات في الجرامر and vocabulary score here. And thank you. I will meet you again talking about the reading part and the writing part. أحبكم أحمد الفرحان.